ذكر كذلك، سأل عن المسلسلات المدبلجة التركية وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم عز وجل. وقد تكلمنا أيها الأحبة الكرام عن هذا مرارا، يعني وأي أي شيء شيخ أو طالب علم يستطيع أن يبيح أن ينظر الرجال والنساء إلى هذه المسلسلات التي فيها مفاهيم سيئة من معاني الحب والغرام. تأتي البنت إلى أمها وتقول: يا أمي أنا حملت من صديقي. فتقول لها أمها: أوه مبروك مبروك، ستصبحين أما. سبحان الله، تقول الآن أنها زنت مع صديقها حتى حملت منه سفاحا، وأمها تفرح وتقول: مبروك مبروك يا بنتي ستصبحين أما. يعني ثم يأتي صديقها الآخر بعدما تركها الأول، يأتي صديقها الآخر ويقول: أنا أود أن أتزوجك لأكون أبا لطفلك. سبحان الله، كيف تكون أبا لطفلها وأنت يعني لست أنت الذي وضعته في رحمها؟ فهذه المفاهيم حقيقة التي تبث، هذا مثال على ما يبث في هذه المسلسلات، وأنا لست متابعا لها يعني، لكني أقرأ عنها بعض ما ينشر من تقارير. فالمقصود من هذا أن متابعتها لا تجوز وأنها محرمة، والإنسان ينبغي أن يحفظ وقته عن أن ينظر إلى يعني هذه الأمور التي تشيع أنواعا من الفساد بين الناس، تعلق القلوب أحيانا ببعض الصور الحسنة من إظهار لشباب فيهم حسن وجمال، وإظهار لفتيات أيضا بهذه الصفة، فيبدأ الرجال يتعلقون والنساء يتعلقن، وكل من ينشرها من أصحاب القنوات فهم آثمون. وأنا وجه رسالة إلى من ينشر مثل هذا الفساد من أصحاب القنوات الفضائية وأقول: اتقوا الله، والله عز وجل سوف يسألكم عن ذلك، وأنتم بهذا مفاتيح للشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، ومن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. فهؤلاء الذين يقومون على نشر مثل هذا الفساد هم في الحقيقة مفاتيح للشر ومغاليق للخير.